بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم تحت العنوان سينكرونايزيشن انيميشن وذ اوديو. الطريقة اللي بنحاول نعمل بيها سينكرونايزيشن تزامن أو توافق ما بين انيميشن موجودة في السلايد بتاعي وما بين نص، أو آسف، ما بين انيميشن وما بين نص، ما بين اوديو موجود معايا، انا جبته جاهز وانا عملت له ريكوردنج جوه مساحة العمل بتاعي. خلونا نعمل بلاي كده، واحنا ان شاء الله بدنا نحاول نحكي التصميم ده. صفات القائد الناجح: الرؤية، الذكاء العاطفي، القدرة على المغادرة. هو ده طبعا يا جماعة عبارة عن تصميم بسيط جدا، انت ممكن تمنتج عليه زي ما انت عايز، بس الغرض اني نحاول ندي للناس الفكرة وشوية الخطوات اللي انت ممكن تمثل بيها التصميم ده. لكن طبعا السيناريو ده كله بيرجع اليك بالكامل في تصميمك لبرمجتك. طيب خلونا نروح للسينز بتاعتنا، وهنبتدي نعمل نيو سلايد جديدة، وهنخليها بلانك سلايد، صفحة فاضية. وانا كان عندي في السلايد ديت خلفية، هبتدي اروح على قائمة انسرت وادرج بيكتشر. انا كان عندي مجموعة من الصور، ولنفرض يا جماعة الصورة اللي انا استخدمتها كانت عبارة عن التكستشر ديت والباك جراوند ديت، ابتدي اعمل لها اوبن. هتبتدي تتحط لانها بريزوليوشن عالي، فهي ايه ملت الشاشة كلها يعني. الجانب التاني، انت بتحس ان الصورة تفاصيلها حادة، فممكن تلهي الشخص اللي هيقرا الكونتنت اللي اتحط فوق منها عن الكونتنت اللي هيتحط فوق منها. فبالتالي انت بتحاول تكسر حدتها، عشان تكسر حدتها هتبتدي تدرج فوق منها شيب وتتغير في الترانسبيرنس بتاعها. فعشان كده انا ابتدي ادرس شيب معين، ونفرض الشيب الريكتانجل ديت، وده انا هضغط كليك يمين. هو في الاول خالص طبعا اروح لقائمه فورمات عشان الغي الاوت لاين بتاعه، اخليه نو اوت لاين عشان هو بيتحط له اوت لاين بره. وفي الفيل بتاعه يا جماعه انا هجيب الاي دروبر وانشن على لون في مساحه التصميم بتاعي، ونفرض انا هنشن على اللون الاخضر ده في مساحه التصميم بتاعي. تمام، رايت، جميل، تمام، اوكي. بعدين كليك يمين تفاصيل واضغط على فورمات شيب، وهغير في الترانسبيرنسي، خليها مثلا 20 تقريبا، 20 مناسب على ما اظن يعني. تمام، هو 20 انا اظن كده مناسبه. وبعدين هبتدي انا اعمل لها الالاينمنت بتاعي واشدها على مساحه العمل بتاعي كله. تمام كده، التفاصيل الخلفيه لا زالت موجوده، لكن انا حاولت نكسر حدتها شويه علشان ما تبقاش بحد ذاتها ملهيه عن الكونتنت اللي راح يتحط فوق منها. بعدين رحت عن ادرجت كاركتر من ضمن الفوتوغرافيك كاركترز، كانت تقريبا كان الكاركتر ده، خلينا نروح للبوس، ونفرض مثلا تقريبا كان ده، وانا مش متذكر بالظبط انا واحد، ولنفرض انا نختار الشكل ده ونعمل انسيرت لي. طبعا انت فري بالنسبة لك، ممكن تكبره او تحركه زي ما انت عايز. تمام، طيب اوكي، انا هحاول اخليها على الجانب ده، لكن من الواضح انها بتحاول يعني فيها نظر على الجانب الثاني، فعشان كده انا اروح على قائمة فورمات واقول له والله ده تروتيت على الهوريزونتال، يعني خليها على الكاركتر على فورمات روتيت هوريزونتال، اخليها تبص على الناحية الثانية. جميل، الالتفات ناحية الكلام بس مش اكتر يعني. تمام يا جماعة، ده الغرض من القصة ديت يعني بمنتهى البساطة. بعدين هبتدي ادرج التكست بوكس بتاعي من قائمة انسيرت اللي هكتب فيه العنوان. ادي التكست بوكس، جاست ابتدي نكتب فيه الكونتنت بتاعي اللي هو صفات القائد الناجح، كنترول اي، وهبتدي كنترول بي بولد شوية ونكبره، يصغر شوية تاني. انا لو كان معايا لون، خلوني طيب نجرب لون من الاي دروبر لوحدة عضوية في المشهد مثلا، لون بشرتها هي. تمام، ده بالتالي بيديني زي سنس اوف وحدة، وان الكونتنت هيكون واضح على ما اظن، ان النص لا زال واضح على الخلفية، و بس اللون الاسود بصراحة لون اقوى في القصة ديت، فعشان كده انا هروح ارجعه مرة تاني للون الاسود.
اللي هو نفس اللون بتاع الجاكيت اللي هي لابسها معظم. تمام رايت. وبعدين هبتدي ادرج انسيرت مره تاني، هروح للتكست بوكس بتاعي واكتب شويه النقاط اللي هم كانوا موجودين من شويه. تقريبا كانت عباره عن الرؤيه، والجانب التاني كان عبارة عن مش متذكر بالظبط كان ايه، الذكاء العاطفي والقدرة على المخاطرة. تمام اوكي، خلينا نروح الرؤية انت. الذكاء العاطفي القدرة على المخاطرة. رايت اوكي كنترول اي، وبعدين طبعا اللاين من يمين للشمال ونحاول نكبره شوية. ماشي سنة تاني. رايت اوكي تمام. ده بالنسبة للتصميم بتاعي، انا عايز اخليه بولتد يا جماعة، فاعمل كنترول اي واضغط على البولتد كده، هو بيجي قائمة نقطية. رايت اوكي. لو انا عملت بريفيو للسين طبعا، او البريفيو للسلايد ديت، مش راح يحصل حاجة طبعا، لان هي لسه ما فيهاش السنس بتاع الانيميشن ده. فبخصوص موضوع الانيميشن، ادجست كل عليك تعمل انت تضغط سيلكشن على الحاجه اللي انت عايز تعملها الانيميشن، وانا هنضغط على التكست بوكس ده، ونروح على قائمه انيميشن. ومن انيميشن انت ممكن تبتدي عندك حاجتين، الانترانس انيميشن والاكزيت انيميشن. الانترانس اللي هي الانيميشنز اللي هي بتبقى وانت لسه وداخل يعني على السلايد، الاكزيت لما تخلص السلايد، يعني انت زي حركه وهي وداخله حركه وهي وخارج. احنا طبعا مش هنكتر في التفاصيل ديت، لكن انا هشتغل على الانترنس انيميشن بس يا جماعه، واقول له تاثير بسيط جدا، مش عايز حركات كتير، فيت ان هو يبتدي يعمل له فيت. هو اداني وقت من الزمن، انا عن نفسي اغيره طبعا واخليه مدته يعني اللي هي الكام كي فريم ده، اللي هو يعني في حدود تقريبا ثانيه ثانيه، الا حاجه بسيطه. لو انا عملت بريفيو للسلايد ديت بس، لان السين المشهد الاولاني كان فيه هيبتدي يظهر معايا بتأثير الثانية. الناس طبعا ممكن أكيد أخدت بالها من القصة بتاعت إن هو أخد شوية وقت صغيرين عشان إيه يظهر معايا بشكل كامل. رايت أنا كده عملت تأثير فيت. الجانب التاني يا جماعة، عندي حاجة اسمها لو حاجة من ضمن النقط الجميلة خالص، الإفكت أوبشنز. عندي في إفكت أوبشنز حاجات كتير، منها إنه يدخل في أنه اتجاه بالظبط، لكن في حاجة اسمها سيكونس. سيكونس أز وان أوبجكت، ككل أوبجكت واحد، أور باي باراجراف. القصة بتاعت باي باراجراف ديت ممكن الناس تاخد بالها منها، بإني خلونا نعمل بريفيو للسلايد ديت، فهيبتدي يخلي القصة باي باراجراف. فأنت معاك بوليتد نقطة، فالتانية فالتالت ديت يا جماعة القصة بتاعت الانيميشن ده. طبعا الكلام ده سهل وبسيط، ممكن تكون الناس اوريدي فاهم بيه بالنسبه لبرنامج الباوربوينت. طيب رايت انا مش عايز السينز في حاجه كده، نبتدي نرفع التايم لاين بتاعي شويه عشان ناخد بالنا من شويه نقاط. يا جماعه انا عندي ايه في التايم لاين بتاعي؟ عندي في الاول صفات القائد الناجح. انا عن نفسي بصراحه في الاول كده بحب اني نحاول نسمي الحاجات ديت عشان ما تضيعش مني حاجه. اولا ديت عباره عن الباك جراوند، الخلفيه اللي هي كانت الصوره بتاعت اللاندسكيب، اللي هي الصوره اللي فيها الزرع والكلام ديت، فانا هنسميها الخلفيه. كل اللي انا بعمله شمال انا بضغط دبل كليك عليها بس مش اكتر. ديت عباره عن الشكل المستطيل اللي انا رسمته عشان اكسر حده الخلفيه، اسميه الشكل. ديت عباره عن الكاركتر، الشخصيه اللي انا استخدمتها، الكلام ده. التسميات ديت بتساعدك في لو انت كنت ناوي تعمل البروجرامنج للاوبجكتس ديت يا جماعه بعدين، فاهمني؟ فالحاجات دي هتساعدك شور. ودات عندي المحتوى، ودات عندي العنوان. خلونا مثلا صفه القائد الناجح ديت انا هنسميه العنوان، وديت هنسميها الخصائص او الصفات على ما اظن تقريبا يعني. ماشي. الصفات كده انا حاولت سميت العناصر بتاعي كله. الجانب الثاني ما حدوث الاكسيدنتس، الحوادث، وانت بتبتدي تبرمج لاقي حاجه اتشدت منك راح بعيد عن المشهد والكلام ده، فبتحاول تعملها لوك تقفلها. يعني انت معاك الخلفيه لوك، ومعاك الشكل لوك، ومعاك الشخصيه لوك. القفل ده بيخليهم انت ما تقدرش تعمل لهم موفينج ولا في الخلفيه ولا الشكل، في حين بقيه الحاجات كنت عارف ان الماوس بتاعهم بيبتدي يظهر بالرمز ده، فجاست كليك عليه وبتدي يحصل له تحركه زي ما انت عايز. فانا حاولت نقفل الجانب ده. رايت اوكي. الجانب التاني خلونا ندرج الصوت، والصوت ده احنا يا جماعه نحاول نسجله لايف دلوقتي على الوزارد بتاع الريكوردنج بتاع البرنامج. من قائمه انسيرت هبتدي اضغط على اوديو، من اوديو هقول له ريكورد مايك، سجل لي من المايك. وقت ما تكون جاهز جاست اضغط على الرمز الخاص بريكوردات. تمام، احنا هنحاول نسجله دلوقتي مع بعض. صفات القائد الناجح: الرؤية، الذكاء العاطفي، القدرة على المخاطرة.
بعد ما بخلص يا جماعه هعمل ستوب وبعدين اضغط على سيف، فهو بيبتدي يدرج لي مساحه العمل بتاعي. من الجميل في القصه ديت يا جماعه ان هو بتشوف الحركات الموجوده في الصوت، فانت بالتالي ممكن تعمل الالاينمنتات عليها يا جماعه، فاهمني؟ رايت. يمكن الناس تكون ما خدتش بالها من النقطه اني لو لما جيت انا في انيميشن يا جماعه وعملت القصه بتاعت باي باراجراف للبتاع ده، لقيت ان انت عندك في الصفات، لو انا لقيت فيه زي السهم الصغير ده، لو فتحته هيبتدي يدي لك اللاين الاول واللاين الثاني واللاين الثالث، فاهمين يا جماعه؟ دولت بقى اللي انت هتحاول تعمل شغل، تعمل عليهم شغلك كله. فالقصه ديت انتوا اكيد عارفينها، فاكرين ديت الاول موجه كانت خاصه بصفات القائد الناجح، بعد منها الرؤيه، وديت هتكون الذكاء العاطفي، دي القدره على المخاطره. تمام. انا عن نفسي على سبيل التنظيم البرنامج ده بيوفر لي حاجه اسمها ايه، كيو بوينت. كيو بوينت، الكيو بوينت انت ممكن تحازي عليها على مصرك. فلو عملت مثلا كيو بوينت هنا، هو طبعا حطه لي مكان ما البتاع موجود، هو ده تجمع الكيو بوينت او المرسوم عليه رقم واحد ده، فانا هحطه هنا عشان انا حازي عليه حاجه بعدين، واروح مثلا هنا عند ديت واقول له كليك يمين، او على كده كليك يمين على اللوجو دي واقول له كريت ا كيو بوينت، هيقول لي داتي الثاني. هقف بكليك يمين هنا واقول له كريت كيو بوينت، هيقول لي كده ثلاثه. كده انت عندك ثلاث كيو بوينتات بمثابه مفاتيح تقدر تحازي عليهم شغلك. ديت كانت خاصه بصفات القائد الناجح. انا هضغط على الرؤيه كليك يمين واقول له الاين كيو بوينت، الكيو بوينت رقم واحد، فبتلاقي ان الرؤيه تيجي تحت الكيو بوينت رقم واحد اكزاكتلي بالظبط. او انت ممكن تسحبها بايدك توديها عند الكيو بوينت الثانيه تلاقيها سنابد، هي نفسها بتبقى سناب الماوس. هنا كليك يمين وديت اخليها الاين تو كيو بوينت رقم ثلاثه. فكده انا حزيت، يبقى وقت الرؤيه ما تبتدي سينكرونايزد مع الصوت بتاع الرؤيه، وتفضل موجوده طبعا لغايه الاخر. بعدين الذكاء العاطفي تفضل موجود لغايه الاخر، بعدين القدره على المخاطره تظهر بشكل معين، تفضل موجوده لغايه الاخر. ده المشهد بمنتهى البساطه. فخلينا عملنا بريفيو للسلايد ديت. صفات القائد الناجح: الرؤية، الذكاء العاطفي، القدرة على المخاطرة. تمام. ديت المشهد بمنتهى البساطة، هو احنا حاولنا نحكيه. اتبقى ان نقول للناس ان القصة بتاعت السهم الصغير بيكون موجود في اخر تايم لاين، ديت معناها ان هو معاك لغاية النهاية. يعني انت لو حاولت تكبر فهم بيكبروا معاك، فاهمني؟ يعني عادي القصه انت ممكن جاست تضغط عليه كليك يمين ويقول له والله ده لا انا مش عايزه لغايه الانت، فلو حاولت تكبر هتلاقي ان ده ثابت معاك، فاهمني؟ ده الفكره. لو انت عايزه تقول له طيب شو انت الانت، ده اللي بيخلي كل ما تكبر تكبر معاك وتصغر وانت وماشي، وهم برضه ستريتش هيتمدوا على مسار التايم لاين بالكامل. ده السين اللي يا ريت الناس تفوكس عليه وتركز عليه وتاخد بالها منه. ده بخصوص مهارات التزامنيه ما بين الصوت وما بين الانيميشن. يا رب تكون مهاره دمها خفيف وظريفه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.